مشاهدينا المزيد من الحوار والتعليق ينضم معنا الخبير الامني السيد عدنان الكناني. بدايه مرحبا بك سيد الكناني في حصاد هذه الليله عبر الرشيد. واشنطن اتخذت خطوات لتعزيز الحمايه لقواتها في الشرق الاوسط، يعني من وجهه نظرك هذه التعزيزات هل تاتي من مخاوف التعرض لهجمات جديده ام هي الاستعداد لمعركه او تحرك عسكري جديد في المنطقه، خصوصا ان تصريحاتها يعني انها لا تنوي اتساع رقعه المواجهه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا جميع مشاهديكم الكرام وحيا الله كاد قناتكم المحترم. يعني اذا تحدثنا عن موضوع فتح جبهات او اتساع رقعه المجابهه مع الكيان الصهيوني، هنا نتحدث في جزئيه فقط عن الارض الفلسطينيه. اما اي جبهه اخرى تفتح خارج فلسطين المحتله، سواء كان جبهه العراق او جبهه ايران او جبهه سوريا، هذه ستخدم الكيان الصهيوني، لان هنالك زخم سيخف على الكيان الصهيوني، وهنالك دعم لوجستي ودعم معنوي ودعم بشري لحصار المقاومة في فلسطين من العراق ومن سوريا ومن إيران كذلك. فإذا حدث اشتباك في هذه الدول، أعتقد قواعد الاشتباك في فلسطين ستتغير، وهذه ستكون من جانب الكيان الصهيوني. لا نتمنى من الأخوة أن يندفعوا، وبالتالي دعنا نضع ونحجز المعركة فقط في فلسطين. إذا أردنا أن نسدد فلنفتح جبهات داخل فلسطين، ممكن أن تعزز جبهة شمال فلسطين، وهنا تحدث عن جبهة جنوب لبنان، وإذا تحدثنا عن فتح جبهة الجولان وتعزيزها بالمقاتلين، وممكن أن تكون بتماس مع جبهة لبنان، ويكون هناك ضغط كبير على الكيان الصهيوني. لكن أنا أقول أي معركة تقليدية مع الكيان الصهيوني ربما ستكلف كثيرا. المعركة يفترض أن تبقى معركة هجينة، مجاميع صغيرة تستهدف قطاعات عسكرية هنا وهنالك، وهذه ممكن أن تحقق نصر كبير. أكبر جيش بالعالم إذا أردت أن تدمره وتستنزف قطاعاته وتدمر الجانب المعنوي، قاتله بأسلوب ما يسمى القتالات الخاصة وحرب العصابات أو حرب الشوارع أو أي من الحروب الخاصة اللي هي تسمى حرب الشوارع أو قتال في المدن أو الدفاع في المدن أو حرب العصابات أو حرب الكر والفر. فهذا الأسلوب الذي يعتبر أسلوب القتالات الخاصة، لكن هو كفيل بأن يدمر ويحطم الجانب المعنوي لأي جيش منظم. يعني لكن سيد الكناني، يعني بصراحة أجهزة الحكومة تتعرض إلى حرج كبير من جراء استهداف القوات الأجنبية في البلاد، يعني خصوصا أن هذه القوات بموافقة الحكومة العراقية. كيف تصفون هذا الحرج في حال حصول استهدافات أخرى اليوم؟ يعني استهداف خامس وآخرها ما حصل يعني من استهداف قاعدة عين الأسد. اولا لا يهم الحكومه اذا انحرجت او لم تنحرج، هنالك قضيه وقضيه كبرى لدى العراقيين ولدى الامه الاسلاميه والامه العربيه، وهي قضيه فلسطين. فبالتالي اعتقد لا يهمنا من ينحرج ولا يهمنا من يزعل. وهنا اتحدث انا اقول عن الصوت والضمير العربي والضمير الاسلامي والضمير العراقي، يعني اعذرني حينما اقول انا، المقصود كلمه انا هي اختزال للضمير العربي والاسلامي. اخوتنا في فلسطين المحتله اليوم يهانون ويذلون، شهداء فلسطين تجاوزوا اليوم 5800 وشوية، وأكثر من 60 أو 70% بين الأطفال والنساء وكبار السن، ومعناته يعني هنالك عملية استنزاف بشرية لأبناء فلسطين المحتلة. أرضهم مغتصبة ودماءهم اليوم تسيل على هذه الأرض المغتصبة، ومحرومين من الأغذية وأبسط مقومات الحياة، الغذاء والدواء والماء محرومين منه، ومهجرين، وموسم الشتاء اليوم نحن بأبوابه، وبالتالي سيتعرضون إلى برد قارص وإلى أمطار وإلى جوع. يعني هذه جريمة إبادة جماعية بحق شعبنا العربي في فلسطين. طيب، وأنا أقول في هذه الظروف يجب أن نتجاوز كل الإحراجات، ويجب أن نعمل ونضع نصب أعيننا القضية الفلسطينية وكيف ننصر أخوتنا في فلسطين المحتلة. طيب، اليوم إيران تحاول التهدئة بخصوص موضوع يعني شن هجمات على القواعد الأمريكية من خلال تصريحاتها، يعني ما إمكانية الفصائل المسلحة في استهداف التواجد الأجنبي في البلاد؟ يعني ألا تخشى من الرد على هجماتها؟ يعني أنا لا أتمنى أن يكون هنالك استهداف للقواعد لأسباب، يعني نحن نريد أن نحصر المعركة فقط في فلسطين. أحسنت. أما إذا أربكنا وأشغلنا المقاومة العراقية في الأراضي العراقية، معناته هذا سنقدم خدمة على طبقا من ذهب للكيان الصهيوني، وسيكون هنالك استهداف للمقاومون الذين يفترض أن يدعموا أخوتهم في فلسطين المحتلة. لذلك أقول هنالك خطأ استراتيجي في قواعد الاشتباك على المقاومة العراقية وعلى الشرفاء وعلى المندفعين من أجل فلسطين
أن ينتبهوا على أن قواعد الاشتباك يجب أن تنحصر بالأراضي الفلسطينية، ويجب إذا أردنا أن نفتح جبهة فيفترض أن تفتح جبهات داخل يعني داخل فلسطين المحتلة من عدة محاور، هذا يفترض أن يكون. أما ندخل ونشرك أمريكا بمعركة خارج الحدود الفلسطينية، هذا سيقدم خدمة كبيرة جدا للكيان الصهيوني، وهذا خطأ استراتيجي لا أتمنى أن تقع به المقاومة. يعني اليوم اتصالين مهمين مع السيد السوداني من قبل يعني لربما وزير الخارجية الأمريكي وكذلك وزير الدفاع الأمريكي، تناولا القضايا حول المنطقة. يعني ما مدى قدرة الحكومة في ضبط الأمور ومنع تكرار الاستهدافات، خصوصا وإن دول بدأت تحذر رعاياها من السفر إلى العراق كالولايات المتحدة، كندا وغيرها من الدول؟ يعني أولا القرار الآن ليس بيد الحكومة، الحكومة هي مجرد واجهة لجهات معينة. القرارات الآن هنالك جهات هي التي تتحكم بالقرارات، ومثل ما قال هنالك يعني حكومة ظل، والحكومة تظل هي التي تقود. أما هذه الحكومة الظاهرية فأعتقدهم أناس موظفون يؤدون واجبات يكلفون بها، وبالتالي لديهم خط سير لا يفترض أن يحيدوا أو يتجاوزوا هذا الخط. لذلك أقول أنه التشريعية والتنفيذية تعمل حسب أهواء سيادتهم وحسب أهواء من أوصلهم إلى هاتان المكانان، وأعتقد لا نعول كثيرا على قرارات هؤلاء، لأنه نعرف القرارات تصدر من مكانات أخرى، وهم معروفون طبعا أصحاب القرار بالأرض العراقية اليوم معروفون. فأعتقد يعني ما تصرح به الحكومة هو مجرد واجهة ربما مكلفين بأن يتحدثوا بها حسب التوجيهات. وهنا أنا قصدي لا أتهم الحكومة بشخصها، نعم. لا أتهم شخص معين بالحكومة، لكن أقول هذا السيستم اليوم اللي نعمل عليه، وليس من اليوم فقط، منذ 2003 صعودا، يعني هنالك برامج توضع إلى من يتبوأ منصب بالحكومة، وبالتالي صاحب القرار هو رجل بالظل، أما بالعلن فهو موظف فقط يؤدي واجبات ظاهرية، والواجبات الدفينة تأتيه أسفل الطاولة. طيب من زاوية تحليلك سيد الكناني بشأن الصراع في قطاع غزة، ماذا تبقى للدول العربية في ممارسة الضغط أكثر على إسرائيل، يعني كحكومات أو فصائل مسلحة في لبنان وسوريا والعراق لوقف الحرب على غزة؟ هل بتسليم الرهائن؟ هل بإخضاع إسرائيل للأمر الواقع بأنها يعني خسرت المعركة، أم ماذا برأيك؟ سيد الكريم هذا الموضوع شائك، لأن هنالك قاعدة تقول أن الحرب حينما تبدأ ممكن أن تعرف بداياتها، وممكن أن تعرف أسبابها، وممكن أن تعرف من الذي أشعلها، لكنه نهاية الحرب صعب جدا تتكهن بها، لأن هنالك مفاجآت بالحروب قد تمددها إلى سقوف زمنية ربما مفتوحة، وربما أيضا تحدث مفاجأة معينة في وقت معين ممكن أن توقف إطلاق النار في دقائق وليس في، يعني ممكن أن يحدث هذا. وإذا تحدثنا شيء بسيط، الحرب الأهلية في لبنان في سبعينات القرن الماضي، نعم، تقريبا 18 سنة، يعني شبه وشباب وهو ما يعرف أكثر من 5 كيلومتر عن بيته، لكنه باجتماع السعودية وبقرار معين وقفت الحرب وكأن شيء لم يكن. فأقول أن هنالك بعض التدخلات ربما تطيل من سقف السقوف للحروب، وربما هنالك بعض أيضا قرارات أو التدخلات تنهيها ممكن في لحظة ما. الحرب بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين هي أعتقد ليست حرب حقيقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنما هنالك دوائم خارجية هي التي أوصلت الأمور لهكذا مستوى. أعتقد يعني هنالك من دعم القضية الفلسطينية، وهنالك ما زال أن يدعم لحد هذه اللحظة، وهنالك من تبنى مشروع فلسطين وأرضهم المغتصبة، وهنالك من يقدم الدعم المعلوماتي والدعم التسليحي والدعم اللوجستي. هنا في هذه الجزئية نتحدث، هل هنالك مصالح لهذه الدول التي تدعم القضية الفلسطينية، أم هنالك يعني تعامل نبيل من أجل القضية ومن أجل الأرض المغتصبة؟ بهذه الإفرازات يجب أن نحدد من هو الذي يحاول إشعال النيران من أجل مصلحة شخصية أو يحاول دعم القضية الفلسطينية. فأعتقد أن هذا موضوع شائك، لكنه ليس بصعب، مجرد تتبع الخيوط ونعرف من الذي يدعم هذه القضية ومن هي غاياته، سنعرف الأسباب والمسببات بالتأكيد. نعم، من بغداد حدثنا السيد عدنان الكناني الخبير الأمني، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.